هلا انا وياكم برفقه جميلتي وصديقتي اللطيفه هبه مرعي رح نعمل انا وياكم طبق تحلايه بارد وخفيف ولطيف وسريع، ما رح يكلفك شيء. المقادير على الشاشه، يلا ناخذ المقادير. يلا قلتي رح نعمل، انت رح تعملي. ماشي. رح نحتاج لكيك شوكولا ساده. الطبقة الثانية نحتاج علبة قشطة، 6 مربعات جبنة كريمة، 2 كيس كريمة باودر، نصف علبة حليب مكثف محلى. نحتاج للطبقة الثالثة علبة قشطة و4 معالق كبار نوتيلا. نعم. للتقديم آيس كريم شوكولا وفواكه. نعم. سهل الأمور. كيكتنا اليوم 4 طوابق. نعم. هلا أنا جبت هذا الجاهز لأنه مغلف بالشوكولا، يعني زاكي كثير رح يكون. إذا هي الست بدها تعمل في البيت قالب كيك على شوكولا ما في مشكلة، أي إشي موجود نعمل، يعني موجود أحسن من كلمة ما فيش. تمام؟ رح أروح أقطعهم بهذا الشكل، هو مش ترايفل خليني أقول، ممكن تسويه أنت بكل واحد بورشن كبس، كل واحد ياخذ الكاسة تاعته. بالضبط. ممكن تسويه بايركس، ممكن تسويه بهذا الشكل، بس أنا بهمني كمان طريقة التقديم لحتى نعطي الستات شوية أفكار تشيلهم بالمطبخ تساعدهم نفس الوقت ما تاخذ منهم وقت، خصوصا انه في كثير ناس بتهاب هبه الحلويات لانها بتاخذ وقت ومكلفه. فانا قدر المستطاع بحاول ابعد عن الثقيل عشان يعني شوي لقدام رح نعمل شويه ثقيل اصناف، بس قدر المستطاع بنساعدكم بالموجود. اوكي، حطينا احنا هلا طبقه الكيك، هي واحد بعدين رح ننزل معك هبه ناخذ كومنت. يلا يلا يا ستي، أنا مركزة معك عشان بدي أعملها. سهل. عهد ياسين صباح الخير، أمنة القريوتي يسعد صباحك يا رب، صقر أبو هزيم يسعد صباحك، ياسمين العتوم صباح الورد يا ياسمين، محمد الجالودي صباح الخير، ممكن تعملي لنا تشيز كيك مخبوز؟ المخبوز ما عملنا. إن شاء الله بنعمل، إن شاء الله بنعمله قريبا. أم تركي يسعد صباحك يا رب، عم بتصبح علينا من معان وعم بتصبح على أم شاهر. ياسمين العتوم يسعد صباحك يا قلبي، شكرا. حطينا الكريمه والجبنه والحليب المكثف المحلى والقشطه، 4 مكونات كله مع بعض. تمام تمام، يلا بس رح نضربهم عشان ناخذ الاتصال. بسم الله. يلا نقول صباح الخير لعايدة. كيفك؟ اهلا، كيفك انت؟ الله يسعدك حبيبتي، شو اخباركم؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ تمام الحمد لله رب العالمين، الله يسعدك. شو رايك باطباقنا لليوم يا عايدة؟ والله انا دائما رايي بالشيف علا يعني ما في مثله. يا حبيبه قلبي. حبيبتي فيكم البركة يا أمر، أهلا وسهلا فيك ستي. حبيبتي يسعد صباحك كيف علا؟ الله يسعد هالصباح الجميل، أهلا نورتي. شو أخباركم؟ الله يسعدك يا رب يعطيكي ألف عافية. فضل من ربنا الحمد لله. الله يسعد، حبيت أصب عليك وعلى هبة الأمر. حبيبتي يسعدك يا رب، شكرا يا عايدة. حبيبة قلبي يسعد صباحكم جميعا. هلا حبيبتي صباح العسل. هلا هو هيك بيكون شكله عشوائي. تمام، عشان إحنا نشيل القطعة رح تكون ماسكة حالها والأمور تمام. رح أعمل الخلطة الثانية اللي هي 4 معالق شوكولا نوتيلا وعلبة قشطة. تمام تمام ستي، بدك هذا الصحن معك؟ هذا أيوة من فضلك. معك يا أمر. معك يبقى أي سؤال إحنا ردي. تمام. أم قصي، قصي اللي عم بحضرنا عمره 12 سنة كل يوم بالصبح بتابعكم، مبسوطين فيك يا قصي، يسعد صباحك يا رب. هنا أم عبد الله، بصير تنعمل بكيك سادة؟ أي بصير طبعا، بس على شوكولا أزكى من الفانيلا. يلا مين معنا اتصال؟ أماني يا أماني، اسم أختي أماني وصبح عليها أكيد. يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا رب، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ تمام حبيبتي، خليك يا رب.
يسعدك يا رب. هاي الشيف معك يا أمونة. ألو صباح الخير. صباح الورد منورة الشيف علا. أهلا صباح العسل. أهلا وسهلا يا قمر. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك الحلو. أهلا أهلا نورتي. هاتي يا أماني قولي لي ما عندك. حبينا نصب عليكم حبيبتي، تصبحي بأنوار النبي إن شاء الله. جننيتنا فيها. نعم نورتينا يا قمر. شكرا لك يا أماني. شكرا ويسعد صباحك يا رب ولكل عيلتك. تحياتنا أكيد أكيد. إيش حطيتي مع النوتيلا؟ علبة قشطة. تمام. هلا هاي كمان إذا بدكم تستفيدوا من هاي الخطوة لإشي تاني حلو، شوكولا بس حركناها بالقشطة بتجنن، يعني لتغطيات تانية ممكن، لكيكة تانية، يعني ممكن وصفتنا ما تعجبهم بس يقدروا يستفيدوا من خطوة إحنا بنعملها أو خلطة. هلأ هاي بروح فيها على التلاجة لحتى تجمد وتمسك حالها، بعدين رح أعمل لها ديكور. رح ناخد أم بشير. يلا نجيب الجهاز. رح نروح للعقبة رشيد. وأم رشيد صباح الورد. صباح الخير. صباح الخير. أهلا أهلا كيفك منورة هبة. يسعدك يا رب حبيبة قلبي. كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. كيفك؟ والله اشتقنا نيجي على العقبة. اشتقنا. كيف الجو عندكم قولي لي؟ يا ريت تنورون العقبة يا ريت. ان شاء الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله يا ام. اهلا وسهلا فيك. بتنور العقبة فيكم يا حبيبتي. منوره باهلها والله. الله يمكن احكي مع الشيف علا. اهلا يا ستي الكل. اهلا حبيبتي. صباح الورد والياسمين والورد وكل شيء حلو اصلاتن يعني. شوفي كيف غاوزت معك. شوفي اسمع يلا منوره شيف علا. الله يحفظك يا رب حبيبتي ويحفظكم ويطول اعماركم يا رب حبيبتي. تحيي وتدومي يا قمر. يسلم ايديك. يسلم ايديك على الاكلات الزاكيه بجد يعني. خدمتك يا قمر الدللي. ان شاء الله تكونوا انتوا عم تجربوا وتستفيدوا، يعني احنا اهم شيء انكم تستفيدوا. اكيد اكيد. الله يسلم ايديك يا رب ويعطيك الصحه والعافيه. الله يسعدك اجمعين. الله يخليك وايديك يا ام رشيد. شكرا لك على الاتصال. يسعد لي هالصوت يا رب حبيبه قلبي. يسعدك يا رب. شايفين كيف دللتكم اليوم؟ موزات خربانه معي على الاخر. عن جد دمار شامل على يلا مين عليهم؟ ألا ألا عليكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. شو رأيك اليوم بأطباقنا؟ جن أسكيش البوزة. شفتي الإجرام على الصبح؟ شفتي علا وعمايلها؟ زبطوني بزبطكم. يسعد صباحك يا ألا. هاي الشيف معاكي. ألو صباح العسل. صباح الورد. أهلا في الصبايا الحلوين. أهلا نورت. كيف الموزات؟ بتجننن كمان بس أنا ما بحبهن. ستي هيهم يا ألاء الموزات. هيهم على يميني. طيب ستي بدها تحكي معاك. يلا يا قمر يلا معك. مين بده يحكي معك؟ ألو بس وطي لنا الصوت واسمعينا من التليفون يا قمر عشان نسمعك. يلا حبيبتي قولي. جوعتيني على حالي عليكي. الو شكله راح الاتصال ولا شلونك؟ يلا ارجعي احكينا. شكله فصل من عندها. ماشي يا ستي. ها اشياء العشوائيه احيانا الفوضى في حياتنا موجوده، فاحيانا العشوائيه في الحلويات كمان تطلع كثير حلوه. شايفين كيف طلع طبقنا متكتك متكتك على الاخر؟ تاخدي عقل ضيوفك وبتخطفي عقلهم بضيافتك وبصير الواحد يحب يزورك، بس فرصة مش دايما إلا على القبضة. هلا تيجي ببعث لكم إياها. أبدا. ها نحط عرق النعنع يكسر لي ألوان. روعة. وسلامتكم. أيوة سلامتكم وتعيشوا إن شاء الله. بتضل بيوت الجميع عامرة. بتنحط بالتلاجة صح؟ مش بال يا قمر بالتلاجة. لا 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 بالتلاجة. وهيك صارت وصفتنا جاهزة إلى القهوة المثلجة مباشرة. يلا ناخذ المقادير. يلا ناخذ المقادير. اليوم يعني علا مدللتنا ثلاث وصفات، كل وصفة أطيب من الثانية على طول. مقادير يا مقادير. يلا يا ستي احنا الآيس كافي. في ناس بتحب الآيس تي بس يلا. أنا من عشاق القهوة لذلك رح أعمل لكم قهوة. يلا يلا يا قمر. نحتاج لمعلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، معلقة كبيرة سكر، 40 ملي مي، حليب سائل وثلج. شو كمان؟ خلص بس هدول. سلامتك. يلا احنا بما انه انا عندي كاستين فرح احط كل كاسة بدها معلقة قهوة سريعة اللي هي قصدك القهوة الامريكان؟ لا سريعة الذوبان. يس الثانية عشان ما نروحش ما حكيتش اسمي. ايوه هو ده. هي كمان معلقة. قد ايه؟ لكل كاسة معلقة. تمام. وهي كمان معلقة لأني بدي أعمل كاستين.
بعدين 40 مل لكل كاسة، يعني هلا أنا بدي 80 مل. يا هلا رح نروح نستخدم. شو بدك؟ فرشاية واحدة، إذا عندك اللي بتخلط تاعت الآيس تي والموكا والهاي الأمور عندك، ما عندك دبري حالك، فبتجيبي تبعت الكيك وبتاخدي ريشة واحدة وبتضربي. بسم الله. عزاب على اتصال. يلا نروح لغادة ونقولها صباح الخير. حالك علا؟ معك شوف علا. ألو صباح العسل. كيف حالك؟ شو هلا يا ست الكل. أهلا أهلا، نورت. ما شاء الله عنك، ما شاء الله، مبدعة مبدعة. الله حبيبتي من بعدكم. ما شاء الله، يعني بنشكر طاقم العمل اللي معك كلهم، ما شاء الله عنهم مبدعين كمان. حبيبتي هدول إخواننا وحبايبنا. الله يعطيكم العافية كل. كنت حابة أتواصل معك علا. نعم ستي تفضلي أموريني. لا بدي أتواصل معك، كنت حابة. هلا بيعطوك الرقم، خليك على الخط. ماشي. أهلا وسهلا، نورتي. شكرا لك يا غادة، يسعد صباحك. حطي ثلج مكسر، ثلج مكعبات زي ما بدك. بعدين راح ننزل الحليب والهدوء يعم المكان. بعدين راح أنزل الخليط اللي عملته. بالك بإيش أبلش؟ بالآيس كافي ولا ولا إشي؟ بدك تحمل حالك تروح عشان وراك شغل. ما وراي إشي اليوم. ولا بال شايفين كيف صار عندي طبقات؟ مين أحسن منك يعمل؟ لا حدا في الدنيا أحسن منك يعمل هيك إشي في بيته. فقوي قلبك دائما وإنوي. ما بدها شيء عشان جداً. أيوة تزبط الأمور، حط الحليب قد ما بدك وسوي وقولي يا رب وصحة وهنا على قلبكم. وانا هيك خلصت الرساله اليوم. خلصت الرساله، يعطيك العافيه علا، يعطيك العافيه. تمام، حطيت لكم عند ديكور التقديم على الستيشن شويه قهوه حلوه ومره. دللي حالك ولا لا تقصري بحق حالك ابدا.